بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية، الصفحة 65 والخمسمائة. ذكر سبب نزولها وفضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد محمد ابن ميسر الصاغاني، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذا رواه الترمذي وابن جرير عن أحمد بن منيع، زاد بن جرير ومحمود بن خداش عن أبي سعيد محمد بن ميسر به، زاد بن جرير والترمذي قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد محمد بن ميسر به، ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية، فذكره مرسلا ولم يذكر حدثنا. ثم قال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبي سعيد. حديث آخر في معناه. قال الحافظ أبو يعلى المصري: حدثنا سريج بن يونس، حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، إلى آخرها. إسناد متقارب. وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف عن سريج فذكره، وقد أرسله غير واحد من السلف. وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن أبي عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد. قال الطبراني ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل مرسلا. ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطرائفي عن الوازع بن مانع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء نسبة، ونسبة الله قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد ليس بأجوف. حديث آخر في فضلها. قال البخاري: حدثنا محمد هو الذهلي، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يسمع ذلك. فسألوه
فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. هكذا رواه في كتاب التوحيد. ومنهم من يسقط ذكر محمد الذهلي ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح، وقد رواه مسلم والنسائي أيضا من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به. حديث آخر قال البخاري في كتاب الصلاة: وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هكذا رواه البخاري تعليقا مبذولا به. وقد رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، فذكر بإسناده مثله سواء. ثم قال الترمذي: غريب من حديث عبيد الله عن ثابت. قال: وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا، فقال: حدثنا أبو النضر، حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حديث في كونها تعدل ثلث القرآن. قال البخاري: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها متعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف والقعنبي، ورواه أبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به. وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائي من طريقين عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به. حديث آخر قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟
فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي والضحاك ابن شرحبيل الهمداني المشرقي كلاهما عن أبي سعيد. قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراقي أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك مسند. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أبا أيوب فقال: صدق أبو أيوب. حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان أخبرني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم: إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن محمد بن بشار به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، واسم أبي حازم سلمان. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خيشم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القرآن. هذا حديث تساعى الإسناد للإمام أحمد، ورواه الترمذي والنسائي كلاهما عن محمد بن بشار بن دار. زاد الترمذي وقتيبة كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به فصار لهما عشاريا. وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب به وحسنه، ثم قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمرو وأبي مسعود، وهذا حديث حسن، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض. وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. حديث آخر: قال أحمد: حدثنا هشيم عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أو رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث هشيم عن حسين عن ابن أبي ليلى به، ولم يقع في روايته هلال بن يساف.
حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهكذا رواه ابن ماجة عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به، ورواه النسائي في اليوم والليلة من طرق أخر عن عمرو بن ميمون مرفوعا وموقوفا، حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا بكير بن أبي السميط، حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال: فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. ورواه مسلم والنسائي من حديث قتادة به، حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالد، حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي ابن شهاب عن عمه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أمه وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن علي عن أمية بن خالد به، ثم رواه من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قوله، ورواه النسائي أيضا في اليوم والليلة من حديث محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن نفرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها. حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة. قال الإمام مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. ورواه الترمذي والنسائي من حديث مالك، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك. وتقدم حديث: حبك إياها أدخلك الجنة. حديث في تكرار قراءتها. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا قطر بن بشير، حدثنا عيسى بن ميمون القرشي، حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات في ليلة؟ فإنها تعدل ثلث القرآن. هذا إسناد ضعيف وأجود منه. حديث آخر. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه قال: أصابنا عطش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي فقال: قل. فسكت. قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثة تكفيك كل يوم مرتين. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن أبي ذئب به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى عن معاذ بن عبد الله ابن حبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر فذكره ولفظه: تكفك كل شيء. حديث آخر في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثني ليث بن سعد، حدثني الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. 10 مرات كتب الله له 40,000 حسنة. ففرد به أحمد والخليل بن مرة، ضعفه البخاري وغيره بمرة. حديث آخر قال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. ففرد به أحمد ورواه أبو محمد الدارمي في مسنده. فقال: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حلوة، حدثنا أبو عقيل وهو ابن معبد، قال الدارمي: وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذا نكثر قصورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أوسع من ذلك. وهذا مرسل جيد. حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا نصر بن علي، حدثني نوح بن قيس، أخبرني محمد العطار، أخبرتني أم كثير الأنصارية عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 50 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة. إسناده ضعيف. حديث آخر قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حاتم بن ميمون، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد في يوم 200 مرة كتب الله له 1,500 حسنة إلا أن يكون عليه دين. إسناد ضعيف، حاتم بن ميمون ضعفه البخاري وغيره. ورواه الترمذي عن محمد بن مرزوق البصري عن حاتم بن ميمون به، ولفظه: من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل: يا عبدي أدخل على يمينك الجنة. ثم قال: غريب من حديث ثابت. وقد روي من غير هذا الوجه عنه. وقال أبو بكر البذار: حدثنا سهل بن بحر، حدثنا حبان بن أغلب، حدثنا أبي، حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة حط الله عنه ذنوب 200 سنة. ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب بن تميم، وهما متقاربان في سوء الحفظ. حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء. قال النسائي أن تفسيرها: حدثنا عبد الرحمن بن خالد، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني مالك بن مغول، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا رجل يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده، لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به. وقال الترمذي: حسن غريب. حديث آخر في قراءتها 10 مرات بعد المكتوبة. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا بشر بن منصور عن عمر بن شيبان عن أبي شداد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. قال: فقال أبو بكر أو إحداهن: يا رسول الله،
قال أو إحداهن. حديث في قراءتها عند دخول المنزل. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري حدثنا محمد بن الفرج حدثنا محمد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزلة والجيران. إسناده ضعيف. حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد الثقفي قال سمعت أنس بن مالك يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله، فأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جبريل ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيما مضى. قال إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه. قال وفيما ذاك؟ قال كان يكثر قراءة قل هو الله أحد في الليل وفي النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده، فهل لك يا رسول الله أن أقبض الأرض فتصلي عليه؟ قال نعم فصلى عليه. وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من طريق يزيد بن هارون عن العلاء بن محمد وهو متهم بالوضع والله أعلم. طريق أخرى. قال أبو يعلى حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي عن محمود أبي عبد الله عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات معاوية بن معاوية الليثي فتحب أن تصلي عليه؟ قال نعم. فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت، فرفع سريره فنظر إليه فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل بما نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ قال بحبه قل هو الله أحد وقراءته إياها ذاهبا وجائيا قائما وقاعدا وعلى كل حال. ورواه البيهقي من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن عن محبوب بن هلال عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس فذكره وهذا هو الصواب. ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور، وقد روي هذا من طرق أخر تركناها اختصارا وكلها ضعيفة. حديث آخر في فضلها مع المعوذتين. قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا معاذ بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله بما نجاة المؤمن؟ قال يا عقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني فأخذ بيدي فقال يا عقبة بن عامر ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قال قلت بلى جعلني الله فداك. قال فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم قال يا عقبة لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. قال فما نسيتهن منذ قال لا تنسهن وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك. رواه الترمذي بعضه في الزهد من حديث عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد فقال هذا حديث حسن. وقد رواه أحمد من طريق آخر حدثنا حسين بن محمد حدثنا ابن عباس عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء تفرد به أحمد. حديث آخر
الاستشفاء بهن. قال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفين ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقيل به. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود نحن نعبد عزير ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله تعالى الله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس: يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمش عن شقيق عن أبي وائل: الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده. ورواه عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود مثله. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الصمد السيد. وقال الحسن وقتاده: هو الباقي بعد خلقه. وقال الحسن أيضا: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قوله لم يلد ولم يولد، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن عبيد بن كعب في ذلك، وهو صريح فيه. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن دبير وعطاء بن أبي رباح وعطية الوفي والضحاك والسدي: الصمد الذي لا جوف له. قال سفيان عن منصور عن مجاهد: الصمد المصمت الذي لا جوف له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد نور يتلألأ. روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني، وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال: حدثني العباس بن أبي طالب، حدثنا محمد بن عمرو بن رومي عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، حدثنا صالح بن حبان صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: لا أعلم إلا قد رفعه، قال: الصاد الذي لا جوف له. وهذا غريب جدا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك.
وقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وفي الصحيح صحيح البخاري لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا بمثله تفرد بهما من هذين الوجهين. آخر تفسير سورة الإخلاص ولله الحمد والمنة. تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان. الصفحة 171. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها، قال قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمع زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف، فقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال سألت ابن مسعود عن المعوذتين فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما فقال قيل لي فقلت لكم فقولوا، فقال أبي فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زاد بن حبيش وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورواه البخاري أيضا والنسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبده وعاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب به. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا الصلت بن بهران عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زاد بن حبيش عن أبي بن كعب قال سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لي فقلت. وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك، ولله الحمد والمنة. قد روى مسلم في صحيحه حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة به. وقال الترمذي حسن صحيح طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب؟ قال فأشفقت أن تكون معصية. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية ثم ركب ثم قال يا عقب ألا أعلمك سورتين من الخير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت بلى يا رسول الله. فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقب؟ أقرأ بهما. أقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. ورواه أيضا أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن ميمون بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة به طريق أخرى. قال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن علي بن أبي رباح. وقال الترمذي غريب طريق أخرى. قال أحمد حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين فإنك لم تقرأ بمثلهما. تفرد به أحمد طريق أخرى. قال أحمد حدثنا حياة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن ذبير بن نفير عن عقبة بن عامر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل أعوذ برب الفلق فأعادها له حتى قرأها فعرف أني لم أفرح بها جدا فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها. ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان عن بقية به. ورواه النسائي أيضا من حديث الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فذكر نحوه طريق أخرى. قال النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سمعة النعمان عن زياد بن الأسد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين قل أعوذ برب الفلق
وقل أعوذ برب الناس. طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي عجلان عن سعيد المقبري عن عقبة بن عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول؟ فسكت عني ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال: قل. فقلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها ثم أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها. طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن يسار حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدميه فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أنفع عبد الله من قل أعوذ برب الفلق. حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمود بن خالد حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد الله بن عابس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عباس، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعود به المتعودون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. عزيزي المستمع، جاء في سياق الإسناد عن يحيى ابن عن أبي كثير، ولعلها كما قرأتها عن يحيى ابن أبي كثير، والله أعلم. فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. وقد تقدم في رواية صبا بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه: ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهم؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني فضرب منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأتها معه، فقال: إذا صليت فقرأ بهما. الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر، والله أعلم. ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية به. حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد حدثني يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر عن عبد الله الأسلمي هو ابن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال: قل. فلم أدري ما أقوله، ثم قال لي: قل. قلت: هو الله أحد. ثم قال لي: قل. قلت: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها. ثم قال لي: قل. قلت: أعوذ برب الناس حتى فرغت منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا فتعوذ، وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط. حديث آخر: قال النسائي: أنبأنا عمرو بن علي أبو حفص حدثنا بدل حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة عن سعيد الجريري حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. قلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال: اقرأ بهما ولم تقرأ بمثلهما. وتقدم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده،
وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة، ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس وابن ماجة من حديث معن وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به. وتقدم في آخر سورة من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر قال الفلق الصبح. وقال العوفي عن ابن عباس الفلق الصبح. وروي عن مجاهد بن سعيد بن جبير وعبد الله بن محمد ابن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القراضي وابن زيد ومالك عن زيد بن أسلم مثل هذا. قال القراضي وابن زيد وابن جرير وهي كقوله تعالى فارق الإصباح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الفلق الخلق. وكذا قال الضحاك أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. وقال كعب الأحبار الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. ورواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عثمان عن رجل سماه عن السدي عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا الفلق جب في قعر جهنم عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضج منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وكذا روي عن عمرو بن عبسة والسدي وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر. فقال ابن جرير حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القراضي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفلق جب في جهنم مغطى، إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي الفلق من أسماء جهنم. قال ابن جرير والصواب القول الأول إنه فلق الصبح، وهذا هو الصحيح وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. وقوله تعالى من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس، حكاه البخاري عنه وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه. وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وخصيف والحسن وقتاده إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتاده إذا وقب الليل ذهب. وقال أبو المنزل عن أبي هريرة ومن شر غاسق إذا وقب الكوكب. وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير ولهؤلاء من الآثار ما حدثني نصر بن علي
حدثني بكار عن عبد الله بن أخي همام، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شر غاسق إذا وقب النجم الغاسق. قلت: وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: وقال آخرون هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد. حدثنا أبو داود الحفري عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظه: تعوذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي: تعوذي بالله من شر هذا، هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول: وهو آية الليل إذا ولج. هذا لا ينافي قولنا، لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه، وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل، فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم. وقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك: يعني السواحر. قال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكوى صلى الله عليه وسلم حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحر الحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدبيرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها، فجاء بها فحللها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. ورواه النسائي عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير. وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهم. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جفر طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر زروان. قال: فأتى البئر حتى استخرجه فقال: هذه بئر التي أريتها، وكأن ماءها مقاعة الحناء، وكان نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان. وفيه قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وعنده فأمر بالبئر فدفنت. وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد، وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير، ورواه أحمد عن عفان عن وهب عن هشام به، ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لبث النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيب بن الأعصم. وذكر تمام الحديث. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أسنان مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق وقال له ذروان، فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه، ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب. قال: وما طب؟ وما طب؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: وبما طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعته ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. والجف قشر الطلع، والرعوفة حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح. انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا فيه وتر معقول فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين فجعل كل ما قرأ آية انحلت عقدة. ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال، وجعل جبريل عليه السلام يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين، الله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله، أفلا تأخذ الخبيث نقتله؟ أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن يثير على الناس شرا. هكذا أورده بلا إسناد، وفيه غرابة، وفي بعضه نكارة شديدة، ولبعضه شواهد مما تقدم، الله أعلم. عزيز المستمع، ثم يأتي تفسير السورة الأخيرة من كتاب الله عز وجل في ترتيب المصحف، سورة الناس، الصفحة 74 و500. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هذه 3 صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية.
فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله. وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وثبت في الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحر، حدثنا عدي بن أبي عمارة، حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم: سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله فصاغر حتى يصير مثل الذباب. ففرد به أحمد، إسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله فعاظم وغلب. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. كذا قال مجاهد وقتاده. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. قال الأوفي عن ابن عباس في قوله: الوسواس، قال: هو الشيطان يأمر، فإذا أطيع خنس. وقوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر، أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. وقال ابن جرير: وقد استعمل فيه رجال من الجن، فلا بدع في إطلاق الناس عليهم. وقوله تعالى: من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس؟ وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع،
حدثنا المسعودي، حدثنا أبو عمرو الدمشقي، حدثنا عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست. فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال: فقلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: فقلت: يا رسول الله. قال: خير الموضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، فالصوم؟ قال: فرض مجزئ وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة. قلت: يا رسول الله، أيها أفضل؟ قال: جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت: يا رسول الله، ونبيا كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. قلت: يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. وقال مرة: 15. قلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي من حديث أبي عمر الدمشقي به. عزيزي المستمع، تكررت لفظة عليك عليك أعظم، ولعلها من هفوات الطباعة. وقد أخرج هذا الحديث مطولا جدا أبو حاتم بن حبان في صحيحه بطريق آخر ولفظ آخر مطول جدا، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور، زاد النسائي والأعمش كلاهما عن ذر به. آخر التفسير. ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين. ويتلوه فضائل القرآن للمؤلف أيضا، وبه يتم الكتاب إن شاء الله. ولله الحمد والمنة على التمام، إنه ولي الإنعام. فضائل القرآن، وهو ذيل تفسير الحافظ ابن كثير، وضعه في آخر التفسير وجعله متمما له، وجدناه في آخر النسخة المكية الوحيدة المقابلة على نسخة المؤلف، ولكنه غير موجود في النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق. الصفحة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن. قال البخاري رحمه الله: هامش، أي في كتاب فضائل القرآن في أول باب منه، ولم يذكر المؤلف لفظ باب. انتهى. كيف ينزل الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. انتهى. ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم،
فلهذا بدأ به، فجرينا على منواله وسنته مقتدين به. وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية عن علي يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ومهيمنا عليه. قال: المهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله، وفي رواية: شهيدا عليه. وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس: مهيمنا عليه. قال مؤتمنا. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو مهيمن هيمنة، وهو عليه مهيمن. وفي أسماء الله تعالى: المهيمن، وهو الشهيد على كل شيء، الرقيب الحفيظ بكل شيء. هامش: هذا تفسير اللفظ، والمعنى أن شهادة القرآن لكتب الأنبياء أو عليها هي الحق، ومن شهادته أن أهل الكتاب حرفوا ونسوا حظا مما ذكروا به، وأنهم أوتوا نصيبا منه، وجملة ذلك أنهم لم يحفظوا جميع كتبهم، وأنهم حرفوا بعض ما حفظوه، وكل هذا حق تؤيده الشواهد منها. انتهى. وأما الحديث الذي أسنده البخاري أنه عليه السلام أقام بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10، فهو ممن فرد به البخاري دون مسلم، وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن كثير عن أبي سلمة عنهما. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء، إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا إسناد صحيح. أما إقامته بالمدينة 10 فهذا مما لا خلاف فيه، وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور 13 سنة، لأنه عليه السلام أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، وتوفي وهو ابن 63 سنة على الصحيح. ويحتمل أنه حذف ما زاد على 10 اختصارا في الكلام، لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم، أو أنهما إنما اعتبر قرن جبريل عليه السلام، فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه السلام ميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الكلمة والشيء، ثم قرن به جبريل. ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدأ بنزوله في مكان شريف وهو البلد الحرام، كما أنه في زمن شريف وهو شهر رمضان، فاجتمع له شرف الزمان والمكان. ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان لأنه ابتدأ بنزوله، ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله في كل سنة في شهر رمضان، فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا. وأيضا ففي الحديث بيان أنه من القرآن مكي ومنه مدني. انتهى. هامش: أنه كذا في الأصل، والمراد أن الشأن، وإلا لقال أن من القرآن مكيا إلى آخره، أو أن القرآن منه مكي إلى آخره. انتهى. ومنه مدني،
فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان، حتى ولو كان بمكة أو عرفة. وقد أجمعوا على سور أنها من المكي، وأخر أنها من المدني، واختلفوا في أخر، وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر. ولكن قال بعضهم: كل سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة فهي مكية، إلا البقرة وآل عمران، كما أن كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، وما فيه يا أيها الناس فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذا، والغالب أنه مكي، وقد يكون مدنيا كما في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة: كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه أنزل بالمدينة، وما كان منها يا أيها الناس فإنه أنزل بمكة. ثم قال: حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. ومنهم من يقول إن بعض السور نزل مرتين، مرة بالمدينة ومرة بمكة، والله أعلم. ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها من المدني، كما في سورة الحج وغيرها، والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح، فالله أعلم. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والحواريون والتغابن، ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ويا أيها النبي لم تحرم، والفجر والليل إذا يغشى، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يكن، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله والفتح، وسائر ذلك بمكة. هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور، وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير. وقد ذكر في المدني سورا في كونها مدنية نظر وما به الحجرات والمعوذات. الحديث الثاني هامش: الحديث الأول هو الذي بدأ به الكتاب ولم يضع له عنوانا، انتهى. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ هامش عبارة البخاري فقال لأم سلمة إلى آخره، ولم يذكر القائل صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم سألها ليعلم هل لكونه جبريل أو لكونه ملكا تمثل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: هامش، أي فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من عندها، أي وذهب إلى المسجد كما قالوا، انتهى. فلما قام قالت:
والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل، أو كما قال. قال أبي هامش: القائل هو معتمر. انتهى. قال أبي: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي، ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى، كلهم عن معتمر بن سليمان به. والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. الآيات. فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وسنستقصي الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضي الله عنها، كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها هذا الملك العظيم، وفضيلة أيضا لدحية بن خليفة الكلبي. وذلك أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية، وكان جميل الصورة رضي الله عنه، وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة، وهم قبيلة من قضاعة، وقضاعة قيل إنهم من عدنان، وقيل من قحطان، وقيل بطن مستقل بنفسه، والله أعلم. الحديث الثالث. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ورواه أيضا في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعا عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، واسمه كيسان المقبري به. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنزله، وذلك أن معنى الحديث: ما من نبي إلا أعطي، أي من المعجزات، ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل، فلهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وكذلك وقع، فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال:
أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فقال أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. واقتصر التحدي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا في المدنية أيضا كما في سورة البقرة، حيث يقول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضا، هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة المحكمة، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من فضلك تابع بقية المادة. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن كعب القرظي عن الحارث بن عبد الله الأعور قال قلت لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعت العشية، قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث، قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال يا محمد أمتك مختلفة بعدك، قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل؟ قال فقال في كتاب الله به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين. قول فصل وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم، هكذا رواه الإمام أحمد. وقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال أو قد فعلوها؟ قلت نعم، قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، فقلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل،
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول. وفي حديث الحارث مقال. قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات، بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القراضي عن الحارث الأعور، فبرئ حمزة من عهدته، على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة، والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده، أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا، والله أعلم. وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح، على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن: حدثنا أبو اليقظان، حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيء فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته، بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10. وهذا غريب من هذا الوجه. ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري، واسمه إبراهيم بن مسلم، وهو أحد التابعين، ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي. وقال أبو الفتح الأزدي: رفاع كثير الوهم. قلت: فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود، ولكن له شاهد من وجه آخر، والله أعلم. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. الحديث الرابع. قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا، وهو الناقد، وحسن الحلواني، وعبد بن حميد، والنسائي عن إسحاق بن منصور الكوسج، أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة، بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، فإنه استلبث الوحي بعدها حين يقال قريبا من 2 سنين أو أكثر، ثم حمل الوحي وتتابع، وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة: يا أيها المدثر قم فأنذر. الحديث الخامس. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا تركك. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرى عن سفيان وهو الثوري، وشعبة ابن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى. والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. قال البخاري رحمه الله في البخاري هنا هامش في البخاري هنا كلمة باب، والمؤلف لا يذكر الأبواب فيما ينقله هنا عن البخاري كما تقدم مثله انتهى. قال البخاري رحمه الله نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم، ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب، ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاب حدثنا يزيد بن شيبان بن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف، وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا هوذة حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فذكر الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب وعليه جبة، قال فنظر رسول الله ساعة ثم فجأه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا، فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة والكلام عليه في كتاب الحج، ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة، ولا يكاد ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين، والله أعلم. جمع القرآن الصفحة الثامنة. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر إن عمر بن الخطاب أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن، هامش استحر اشتد انتهى، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فأذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر
كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف. هامش: اللخاف بكسر اللام جمع لخفة، وهي صفائح الحجارة الرقاق، وتجمع على لخف بضمتين كما في رواية أخرى. انتهى. فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره. هامش: يعني أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره ممن كانوا يكتبون الوحي، لا أنه لم يكن يحفظها غيره، بل كان يحفظها الكثيرون ويتلونها في الصلاة وغيرها. انتهى. لم أجدها مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وقد روى البخاري هذا في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقام الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده. قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن زيد وقبوصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. هذا إسناد صحيح. وقال أبو بكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ختمه صحيح أيضا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت. وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالد خلصنا، يقولون: ميزنا من هؤلاء الأعراب. فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من 3,000، ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا، وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفر فارا.
وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا، وقطع الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام، ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله عنهم. فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال، فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك، ثم صار إلى ما رآياه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري، ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد، حدثنا يزيد بن مبارك عن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال: إنا لله، ثم أمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف. وهذا منقطع، فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهملا على حفظه وجمعه، كما رواه ابن أبي داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو عن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك، كما قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا أبو الطاهر، أنبأنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر رضي الله عنه، أي يضيع هامش، فرق كتعب، خاف أي خاف أن يضيع منه شيء، كما في الروايات الأخرى: إذا مات جميع حفاظه قبل أن يكتب، انتهى. فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه، هامش لعل المراد الشهادة على المكتوب، وقد كان زيد ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر كان يحفظه، انتهى. فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. ولهذا قال زيد بن ثابت: ووجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر الآيتين، مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي رواية مع خزيمة بن ثابت، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره، هامش أي لم يجدها مكتوبة مع غيره، على ما كان من بحث زيد عمن كتبها. وتقدم في حاشية قبل هذه أنها كانت محفوظة، وأن زيدا كان يسأل عن شيء يحفظه ويعرفه، انتهى. فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيع، فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي. والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور. وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا. وأما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، وفي رواية من العصب والبقاع والأضلاع، وفي رواية من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال، أما العصب فجمع عسيب، قال أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري، وهو من السعف فويق الكرب، لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو السعف، واللخاف جمع لخفة
وهي قطعة من الحجارة مستدقة كانوا يكتبون عليها وعلى العشب وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه فكان يحفظه، فتلقاه زيد هذا من عشبه وهذا من لخافه ومن صدر هذا أي من حفظه، وكان أحرص شيء على أداء الأمانات وهذا من أعظم الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففعل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد، والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين، فقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بإصبعه إلى السماء عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. رواه مسلم عن جابر. وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءه، فبلغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة لم يلبسوا هذا بهذا. ولهذا قال عليه السلام من كتب عني سوى القرآن فليمحه، أي لئلا يختلط بالقرآن، وليس معناه أن لا يحفظ السنة ويروها والله أعلم. ولهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا ولله الحمد والمنة. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها، من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة. فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما سنذكره إن شاء الله. كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف. هامش، هذا العنوان من وضع المطبعة لا من وضع المؤلف، انتهى. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف فننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن، هامش أي إذا اختلفتم في رسم كتابته، فاكتبوه بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولهجتها من نحو همز وغيره، فإنه نزل بها لأنها لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأفصح لغات العرب، وإنما أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها من لغات العرب ولهجاتهم رخصة ليسهل عليهم ترتيله بغير تكلف يشغل عن تدبره، انتهى. فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم، ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هامش،
حكمة ذلك أن مصحف حفصة هو الذي نسخت عنه المصاحف الرسمية التي تحرر في جمعها ونسخها، فيخشى من إباحة وجود غيرها أن يكون في بعضها غلط أو أن تكون سببا للكذب والاختلاف. انتهى. قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني خارية بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت فقال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها بالمصحف، وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن لم يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدا مصحف الإمام، ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا. فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين، وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. بانتهاء هذا الجزء من كتاب فضائل القرآن ينتهي تفسير الجزء الأخير من القرآن العظيم لابن كثير، قرأه عليكم أحمد عزت. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.